لي ايه بالظبط؟ يكون محامي تحت التدريب ليا. على فكره انا درست سنتين في جامعه القاهره. زين انت بتحاول تدور على واحد شبهك؟ بس العميد فصلني علشان كنت بلخص الكتاب بتاعه وببيعه. مش هنلاقي ها؟ اسر ياسين اهلا وسهلا فيك باليوم على الحره والف مبروك سوتس ودورك زين ثابت، قد ايه انت ثابت بهالمسلسل خبرتك؟ والله على قد ما نقدر الحمد لله عاملين حاجه انا متاكد ان شاء الله انها تعجب الناس. I'm very proud بالمنتج so far او بالروح اللي موجوده، ودايما بطمن جدا لما يبقى الروح اللي موجوده وسط التصوير وورا التصوير واللي هي ورا الكاميرا الكواليس بالظبط، ان هي بيبان وده هيبان ان شاء الله قدام الدنيا. اسهل حاجه نقول عليها مغرور، لما تيجي توكل محامي يبقى اقول له بس ان هيترفع قصاده يبقى زين ثابت. نكمل كلامنا في النيابه، بس ساعتها انت اللي هتشيل مشكله. سلام يا صاحبي. طب واللي انت بتقول ده مش غرور؟ لا غرور طبعا. آثر نحن بهالمسلسل حنشوف عالم المحاماة مش كتير بالوطن العربي، بالدراما والسينما العربية تناولوه بتمعن بتسليط الضوء على هالعالم، خبرنا شو حنشوف؟ هو فعلا نقطة مهمة جدا ان احنا لغاية دلوقتي عمرنا ما عملنا حاجة ليها علاقة بالمحاماة فعلا في الوطن العربي، وخاصة ان هي بنتكلم عن معمولة بخجل يعني دور محامي. لا مش كده، لا لا خالص، لا مش دور بس، لا لا احنا بنتكلم عن شركة محاماة وبنتكلم عن مسلسل عن محاماة اللي هو سوتس اصلا، وكان لازم يبقى فيه ادابتيشن او معالجة معينة ان هي تليق على القانون المصري وان هي تبقى المعالجة ليها علاقة بال الثقافة بتاعتنا والكيسز اللي عندنا او بالظبط او الحالات اللي عندك او القضايا اللي عندنا. والحقيقة انا مش حاسس خالص ان احنا بنعمل اي حاجة مش حقيقية، بالعكس احنا بنتكلم في قضايا حقيقية ولايقة جدا على الوطن العربي ولايقة جدا على الكالتشر المصري او الثقافة المصرية. فاي ثينك ان بوعدكم ان شاء الله بحاجة قوية جدا. شكلك صغير قوي يا ادم، ممكن بقى تفكوا العميل بتاعي؟ اصل للاسف ما عنديش طريقه تانية انطق فيها صورتك قدام الكل. لازم تبقي عارفه ان اي معركه هتدخليها هنا مش هتبقى سهله. طب قد ايه زين درس قانون؟ قد ايه اسر درس قانون لزين يطلع على القد قوي؟ اسر درس هندسه ميكانيكيه وبالتالي كان كفايه دراسه كده. وبالنسبه للقانون والله لا بقيت عارف مواد معينه، ماده 441 بتاعت كذا مش عارف ايه في قانون الاستثمار، لا بقينا حافظين شويه حاجات كويسه يعني مش وحش خالص. طلعتوا من المسلسل عارفين شويه قانون يعني استفدنا اتعلمنا شويه حاجات مش وحشه. طيب دورك بالمسلسل بتكون عندك شركه محاماه، انت صاحب شركه المحاماه؟ ببقى شريك يعني شويه اسرار شويه لا هو سوتس مش يعني مش بعيده خالص يعني، ببقى شريك وواحد طموح جدا وعنده مغرور جدا وعنده ثقه في النفس زايده ودايما عايز يوصل لابعد الحدود وما عندوش حلول وسط. ما اعرفكش وانت من دخلتك دي معناها انك اكيد ما تعرفنيش. اطلب لك شاي تاخد راحتك اكتر. ايه سبب الزياره دي يا استاذ ماجد؟ سيد عبد الحافظ سوتس مثل ما انت قلت عنده جمهور لكل وطن العالم بكل العالم، اليوم كان في خوف انه انت تاخذ نص اوريدي العالم حابينه وشايفينه، حتى الوطن العربي كل العالم حاضره سوتس، كان في خوف من هذا الموضوع انه تتقارنوا ولا لا؟ بتقلي فاتن انا عملنا مسلسل مقتبس ولكن بالمصري طبعا. اكيد كان في تفكير، لان هو مش خوف بيبقى تفكير اللي هو هل هي فرصه كويسه ولا لا، هل هو هنعرف نعمل حاجه مش هقول احسن بس هنعمل حاجه مختلفه ولا لا، لان انا مش عايز اعمل حاجه احسن او شبه، انا بحاول اعمل حاجه مختلفه. احنا بنعمل كاننا بالظبط بنجيب ممثل يعمل مشهد بالانجليزي وممثل تاني يعمل نفس المشهد ده بس بالعربي بس بطريقته، بس هو الكاركترستكس او الكاركتر بروفايل بتاع الشخصيه واحد، فانت هتعمله ازاي وانت هتعمله ازاي. فده الاتجاه اللي احنا خدناه كلنا ككاست وككرو كاخراج وكحتى المكتب شكله مختلف خالص، الارت دايركشن يعني هتقولي ان هو سوتس بس سوتس بتاعنا مش سوتس تاني. و يعني انا يعني مش بتحدى بس يعني بحاول فيك تتحدى اسر فيك تتحدى براهن على ان شاء الله اللي بيتفرج على سوتس العربي الاول هيعجبه سوتس العربي
يعني مش بقول اكتر من سوت هيروح بس يتفرج على اجنبي وهيعلق معاه يعني هيفضل في الذاكره بتاعته الشخصيات بتاعت سوت بالعربي. قد ايه في خفه دم بهذا المسلسل؟ في خفه دم بس خفه دم جايه من المواقف وجايه من الحوار الذكي. شكرا لك. سي ليكي. ثانك يو. بس بما ان فريده شايفه ان القضيه دي اكبر منك ف ملوش لازمه الكلام ده. بعد اذنك.